اليوم نهضر على واحد الحالة ديال الرقي شفار. يعني سيدة مشات عند واحد الرقي وطلب لها 1000 ريال، 2000، 4000، تدي لها 100 ريال. هي مريضة، يلا شفناها اليوم. ومن بعد كانت عندها واحد الخاتم، قال لها باش تبرا وكذا، رانا ناخذ لك هذا الخاتم هذه ونعمرها لك باش يمشيو منك الجنون، ولكن تعطيني 24000. وعطاته 24000 ومشى، ولكن من بعد ادالها 100000، وادالها 20000، وادالها 24000، ادالها الخاتم ديالها مسكينة ديال الذهب، قال لها الا مشيتي نعيط للبوليس يديوك. فاحتطوا. اذا ما سميتو الانسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما كاينش واحد الحاجز، الا شتي واحد راقي تيسلت منك الفلوس عرفو شفار بحال هاد الشفار هذا. فما تكونوش تديروا النيه اكثر من اللازم. الانسان بينه وبين الله ليس هناك أي حاجز.